بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. ده عمرو يرسل إليه عمر بن الخطاب محمد بن أبي مسلمة برسالة خاصة من المدينة للفسطاط لمصر القديمة، يقول له: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، بلغني أنك تجلس في مجلس الحكم متكئا، فاجلس بين الناس متواضعا يا ابن العاص وإلا عزلتك. اذا عمرو تحت رقابه شديده الى العاص بن العاص. طبعا، لان انت تتكئ ليه؟ سبحان الله. لما بلغوا ان سعد بن ابي وقاص عمل باب على باب الاماره، باب الرجل قاعد في باب، يعني المصلحه لها باب، يعني الناس تدخل، يعني طبيعي طبيعي عمرو طبيعي. طبيعي. قال: يا ابن مسلمة، لو كبير دوران عند عمر كما اذا او يعني مدير التشريفات، سميه ما شئت، اذهب الى سعد وقبل ان تكلمه اكسر الباب اولا، كأمر من أمين، اكسر الباب الأول وقل له: يا سعد، من صنع بينه وبين الرعية حاجزا حجز الله بينه وبين رحمته في الدنيا والآخرة. عمر يمر لي إبل نوق، ما شاء الله العز بين عليها، ما شاء الله سمينة، لمن هذه النوق؟ قالوا لعبد الله وهو خليفة وهو أمير. نعم. أمير المؤمنين. لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قال: ضموها لبيت المال. عبد الله بن عمر غضب: يا أبتي، وهو تاجر، هو تاجر عبد الله بن عمر، هي بعيد عن بيت المال تماما، لا 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 دخلها ببيت المال. قال: لا، يتركها الناس ترعى، يقول: اتركوها ترعى، انها ابل ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب، انها ابل ابن امير المؤمنين. يا عبد الله، اتريد ان تطعمنا نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ لا اله الا الله. مسؤوليه، شعور المسؤوليه، شعور لا اله الا الله. هو شاب مثل بقيه الشباب اخلاق، لا، لان عشان التربح من وراء ان اباه في موقع المسؤوليه، هذا ما عمر صاحب الاوليات، هو اول من وضع هذا القانون، خدمه للناس. لا خدمه، لا من الناس له. شوف شوف، انظر، عن طيب خاطر، عن طيب خاطر. معلش يا ابن الحلال، ليس عن طيب خاطر، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. اقول لك: يا سلام، القلم ده محمد ابن، ما شاء الله جميل. نعم. تفضل يا سيدنا الشيخ، يا ابن، لا بد انك تحلف. لا اله الا انا سرقت هكذا، الاسلام يعتبرني سارق. ما اخذ بسيف الحائف فهو حرام. فالناس تستحي، يا اخي تستعتر، وانت تجبر الناس على الحياه. سيدنا عمر فطن الى هذه النقطه، ان اغلق ترعى لاسمه، اغلق الباب لكي لا يستغل اسم امير المؤمنين في مساله التربح. ممنوع، ممنوع، ويجب ان يوضع هذا قانون على مستوى كل الادارات. سبحان الله. إذا أردنا أن نعود إلى أخلاقيات لا إله إلا الله، لما ولي أبو بكر خلافة رسول الله، طب معذرة، نعم، يعني نود موقفا من أحد الصحابة في الجاهلية يماثله موقف منه هو في الإسلام، حتى نرى كيف غرس المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم أخلاقيات لا إله إلا الله. عمر نفسه. طيب، عمر نفسه ماذا صنع في الجاهلية والإسلام؟ الجاهلية يضحك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يضحكك يا ابن الخطاب؟ الله كان لأبي إله من العجوة يعبده من دون الله، فتركني امام يعني امام الاله هذا المزعوم، ويقول له: يا عمر، عينك على الهك. كم كان عمرك؟ من قرن 10 سنوات، 10 سنوات، ولد عنده 10 سنوات. قال: فتاخر ابي، قلت: يا الهي اطعمني، فلم يجبني، يا الهي اسقني، فلم يجبني، فاخذت ذراعه فاكلته فلم يتكلم، ما لم يعترض الرب المزعوم. ذراعه الثاني، المهم عمر انهى الايه؟ الاله كله. فتذكرت غلظة الخطاب. فدخلت وجئت بعجوة من عند امي وصنعت له، صنعت يعني اله مزعوم اخر او صنم اخر وتركته. جاء ابي: اين الهك؟ طابع مكانه، فسجد بين يدي. انظر الى القضية. طيب، اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال: كانت لنا عقول، ولكن لم تكن هناك هداية يا رسول الله. يا الله الله، هذا هو الفيصل. الله، وهو داخل على مكة يحج، رأى الناس يتوقفوا عند شجرة. قال: ما هذا؟ قال: يا أمير، هذه شجرة الرضوان اللي تم تحتها البيعة يعني. قال: يا بلال، يا عمار، ائتوا بالفؤوس، ساعدوني في قطع الشجرة، ليقطع ذرة الشرك التي ربما سوف تأتي يوما، ليجلس الناس تحتها ويقول: هنا جلس رسول الله، فمن أرادت أن تحمل فلتعلق أطرها، من أراد أن يرزق المال فليأخذ فرعا، من أراد أن يفكح نحسه وعمله مش عارف يأخذ ورقة منها. فقطع، هذا هو الخلل الذي يدخل على قضية التوحيد.